عيان شق او كريتيكالي ايل في الاي ار هنعمله ايه؟ مش هنتكلم عن نوع معين من الشوك، لان لما بيجي لك العيان انت مش بتبقى عارف ايه نوع الشوك، انت المفروض منك تريكوجنايز ايه هو نوع الشوك. اهم حاجه هنتكلم فيها هاو تو ريكوجنايز الشوك، از ات هايبو فوليميك ولا ديستريبيوتيف ولا كارديجينيك ولا اوبستراكتيف، وريسبونسنج للشوك لو كانت هايبو فوليميك هنريسبونس ازاي، ديستريبيوتيف ازاي، كارديجينيك اند اوبستراكتيف. ريكوجنايزنج الشوك، الشوك زي ما كلنا عارفين هي عباره عن كونديشن فيسيولوجيك كونديشن ان ويتش بريفرال تيشوز اند اند اورجان دو نوت ريسيف ادكويت اوكسجين اند نيوتريانت، ده الفيسيولوجيك ديفينيشن. الكلينيكال اكسبيرينس سجست ذات فريكوينت كوز اوف شوك امونج تشيلدرن انكلود الهايبوفوليميا، يعني الهايبوفوليميا هي المين كوز اوف شوك. الهايبوفوليميا دي ممكن تيجي من جاسترونترايتس، من سيبسيس، من ادكويت انتيك، من تروما وهيموريج، من حاجات كتير. بس الهايبوفوليميا هي اهم او اكتر الموست كومن تايب اللي احنا بنشوفه. الموست كومن كوز اوف شوك وورلد وايد مي بي هايبوفوليميا فروم دايريا، وايد سبريد يوز اوف اورال ريهايدريشن ثيرابي از سبسيكونتلي ريديوسد المورتاليتي. انتوا يا شباب ما تقولوش زمان على ايام كانت حالات الجفاف والجاسترونترايتس بتموت الولاد، ما كانش في اورال ريهايدريشن سوليوشن، كان بيجي لنا العيانين ان سيك ان هايبوفوليميك شوك، وكان عندنا اوض متقسمه اوض 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 في الاي ار بنسميها اوضه المحاليل، بنعلق فيها للولاد دول، وناس بتعيش وناس بتموت. الحمد لله بتحسن كتير بعد الاورال ريهايدريشن بروجكت، وابتدت ناس كتير تتعالج اتهم. Among children with severe sepsis, half of cases have underlying illnesses and they are low birth weight, newborns, عندهم chronic diseases، ده اللي بيخلي عندهم شوية immune compromisation. لكن مش كل العيانين اللي بيجي لنا في septic shock بيبقى عندهم immune compromisation. التروما كوز مهم جدا، حوادث الطرق شائعة في كل العالم وعلى رأسهم مصر. طيب، عايزين بس نفهم فلسفة الشوك. فلسفة الشوك يعني insufficient circulating blood volume preload changes in vascular resistance after load أو heart failure contractiles. يعني المشكلة تكون هنا على مستوى البريلود اللي داخل الهارت والسيركيليشن قليل، يا إما على مستوى الافتر لود ده اللي فيه مشكلة، يا إما على مستوى الهارت نفسه الهارت مش بيكونتراكت. وكل ده لو ده حصل ده معناه إن الأكسجين ديليفري بالخلية بيقل، ولما الاكسجين ديليفري بالخليه يقل وذ اور وذاوت ديكريز اوكسجين ابتيك، يعني الحرق جوه الخليه يقل. لما الحرق جوه الخليه يقل يعني في ليبريشن لهارمفول سبستانس، يعني الجسم بدل ما بيشتغل اني ايروبيكالي بيشتغل انيروبيكالي، بدل ما يطلع بيروفيت بيطلع لاكتيت، يعني عنده انرجي فيلير مش قادر يطلع كويس، وفي نفس الوقت عنده اكيوميليشن هارمفول سبستانس. دي في حد ذاتها بتعمل اورجان فيلير، واورجان فيلير جنب اورجان فيلير بتعمل مالتي اورجان فيلير. عشان كده الناس بتموت من الشوك. الناس بتموت من الشوك ليه؟ ان في فيلير على مستوى السيل، فيلير اللي على مستوى السيل ده ليه اورجان فيلير. يا شباب اي حد فاتح الميكروفون يقفل لو سمح، اي حد فاتح الميكروفون يقفل. اوكي، لما الجسم يلاقي نفسه في حاله شوك يبتدي ريسبونس، هو بيسيب نفسه كده. الريسبونس بتاعه بيكون في شكل ادرينرجيك ستريس ريسبونس اللي بتبتدي تطلع كاونتر ريجوليتنج هرمونز، الهرمونز دي زي نور ادرينالين، والادرينالين يبتدي يحاول يضخ دم اكتر للتيشوز اللي فيها مشكله. يبتدي يحصل تاكيكارديا ويزود الكارديا كونتراكتيليتي، يبتدي يحصل فازو كونستريكشن فيزود البريفرال فازو كونستريكشن عشان يحاول يرفع الضغط. اهم الهرمونات اللي بتطلع اثناء الشوك دي الكاتيكولامينز والكورتيكوسترويد والجلوكاجون، كل دي الجلوكاجون بيطلع عليه والحاجات دي بتطلع عليه بتزود الجلايكوليسيس في الليفر، فبتديني الماده الخام اللي احرق بيها واقدر اطلع انرجي، في نفس الوقت بتحاول تعمل لي كومبنساتوري كارديو فاسكولار ميكانيزم. يبقى البادي والاتيم تو كومبنسيت الشوك ثرو فيريس ميكانيزمز، فبيزود بيحاول بالميكانيزم دي يزود لي الكارديك اوت عن طريق الهارت ريت وعن طريق البريفرال فاسكولار ريزيستنس. البلد فلو ويل بي شانتد فروم ليس فايتال اورجنز للاورجنز المهمه، يعني السكين بيبقى كولد ليه؟ لان يعني في فازو كونستريكشن، برضه السبلانكينك اريا بيحصل فيها فازو كونستريكشن، عشان كده الكيدني بيحصل لها انجري قويه جدا. ليه؟ لان الجسم بيحاول يقفل السبلانكينك اريا من البطن
الكدني يمكن بتتاثر متاخر عن الجد. الجد اول حته بتتاثر عشان تسبرين البلاد سبلاي للبرين والهارت عشان يحافظ على نورمال بلاد بريشر. دي اسمها كلها كومبنساتوري ميكانيزم. لما الجسم بقى بيتعب بيفشل يبقى خلاص مش قادر يعمل كومبنساتوري ميكانيزم دي، يبتدي البلاد بريشر يقع، يبتدي العيان الفايتال اورجنز تتاثر، الليفل اوف كونشسنس يتاثر، بنبتدي نسميها ان كومبنسيتد شوك. طبعا وذوت تريتمنت الان كومبنسيتد شوك دي بروجريس ل ريفرسابل شوك والعيان بيضاي. عشان كده السيمبل اسسمنت للبلاد بريشر از نوت سفيشنت واي تو ايفالويت البوتنشال شوك ان بيدياتريكس. يعني لو جالي عيان كلينيكال شوك ولقيت ضغطه كويس في الاطفال ده مش كلوه ابدا ان العيان ده مش هيقع within minutes. خدوا بالكم الولد ده او الطفل ده ممكن يقع في اي لحظه. عشان كده الشوك بتمر بستيجز كومبنسيتد وهايبوتنسيف وريفرسابل زي ما شرحت لكم قبل. الشوك ممكن يبقى لها سبب واحد وممكن يبقى لها عده اسباب داخله في بعضها زي الهايبوفوليميك والديستريبيوتيف والكارديوجينيك والاوبستراكتيف. ممكن البرايمري يكون سبب لكن يحصل عليها زي عيانين الكونجنتال هارت بيخشوا في هارت فيلير وكارديوجينيك شوك، ممكن يكون معاهم نمونيا فتبقى سيبتك وكارديوجينيك شوك. عيان النمونيا بقى له 3 4 ايام ما اكلش ودخل في هايبوفوليميك فتبقى سيبتك وهايبوفوليميك شوك اند سو اون. لكن اهم حاجه ان احنا نوصل للبرايمري للكور بتاع التشخيص بتاعي بتاع المشكله اللي عند العيان عشان اعمل ريسسيتيشن في هذا الاتجاه. انا بحط النوعين الشوك دول دايما قدام بعض لانهم حقيقي عكس بعض. يعني الهايبوفوليميك شوك عباره عن ايه؟ عباره عن ان الفينوس سايت ما فيهوش بلاد، الفينوس سايت هو اللي ما فيهوش بلاد، فده نتيجه ديكريز الايه؟ البريلود سواء بقى هيموريج سواء جاسترونترايتس سواء انسنسبل لوس سواء ثيرد سبيس لوس. المهم ان الفينوس ريتيرن مش ادكوت اللي بيروح للهارت عشان الهارت يبمب. عكس الكارديوجينيك شوك بالعكس، ده الدم كله متحوش جوه الفينوس ريتيرن، كونجستد جوه الفينوس ريتيرن جوه البريلود. ليه؟ ان الهارت هو اللي مش بيبمب. فانا عندي مشكله في الكارديك اوتبوت، عندي مشكله بس نتيجه ان الهارت نفسه هو اللي مش بيبمب، سواء بقى مايوكاردايتس او كارديوميوباثي او اريزميا او كونجنتال هارت وات ايفر السبب اللي عامل لي المشكله دي. ديستريبيوتيف يعني سوء توزيع في البلاد اللي موجود في السيركيليشن. يعني البلاد متجمع كله جوه الفينز ومش موجود جوه الارتريز، ودي بتحصل اهمها الانافيلاكتيك شوك على الاطلاق، هو البروتوتايب بتاع الديستريبيوتيف شوك. لان الفينز في حاجه اسمها كاباسيتنس في الفينز بتفتح روحها. الفينز بتفتح روحها لما تتعرض لتوكسينز معينه. التوكسينز دي ممكن تكون سايتوكاينز زي اللي بتطلع في الانافلاكسيس، ممكن تكون قرصه سنيك مثلا او عقرب او كده بتعمل كده. المهم ان ممكن تكون سباينال كورد انجري. في النهايه اي حاجه من الحاجات دي بتفتح لي الفينز وتاثر لي على الارتريز فالعيان يخش في شوك. عشان كده بنديله ابنفرين على طول، يعني هذا النوع من الشوك الانافلاكتيك ليه بنديله ابنفرين؟ عشان بسرعه نعمل فينو اند بازو كونستريكشن ونحاول نبوش البلاد للحته اللي ما فيهاش بلاد. اوبستراكتيف يعني كل حاجه سليمه بس السكه مقفوله. السكه مقفوله سواء ستينوتيك كونجنتال هارت ديزيز، سواء نومو بريكارديم، نومو ديستينم، نومو ثوركس، اي حاجه مبططه الهارت ومش قادره تخليه يشتغل وخلاص. الايفالويشن جولز بتاعتي لو انا قابلت عيان شوك في الاستقبال، ايميديت ايدنتيفيكيشن ان الولد ده عنده لايف ثريتنج كونديشن، ورابيد ريكوجنيشن للسيركيولاتري كومبرومايز اعرف هو في اي ناحيه كومبنسيتد ولا نون كومبنسيتد، وبحاول على قد ما اقدر اعمل ايرلي كلاسيفيكيشن لنوع الشوك وسبب الشوك. الايفالويشن ستيبس دي اهم حاجه في المحاضره دي انا عايزاكم تتعلموها. تبدا بالرابيد اسسمنت وهيستوري ثم اكزامينشن. بس الرابيد اسسمنت يا شباب يسبق الهيستوري والاكزامينشن. ما احبش ابدا اخش الاي ار الاقي عيان شوك ونايم وفلاسد وبيل وانتوا عمالين قاعدين تاخدوا هيستوري من الام ومش بتعملوا له اي حاجه. ممكن حد ياخد الهيستوري لكن في حد لازم يكون عنده استجابه سريعه لان العيان ده شوك. رابيد اسسمنت عايزاكم تحفظوا حاجه اسمها البيدياتريك اسسمنت تراينجل البات. رابيد اسسمنت بيتعمل ثرو البيدياتريك اسسمنت تراينجل. البيدياتريك اسسمنت تراينجل فيري سمبل، ده حاجه لو الممرضه هتعرف تعملها، ده ام العيان احسن احيانا تيجي تقول لك الايتمز اللي في الـ في الـ في البات دوت. هو التراينجل ده عباره عن 3 ارمز ابييرنس ورك اوف بريزنج سيركيوليشن.
الابيرنس يعني سيجنيفيكانت تشينج في الابيرنس، زي ان العين يجي لك كده فلاسيد بور تون، مفيش اي كونتاكت، ويك كراي، انت عليه ما بيردش عليك لو كبير شويه، مش مركز معاك، مسنتح كده. يقول لك والله الولد كان بيعيط وبيرضع وكويس وبيبص لي بقاله ساعتين ثلاثه، مش باصص لي، مش بيرد عليا، متوه يا دكتور. تمسكه تلاقيه كده بيل وتوكسيك ومش باصص لك وفلاسد مش بيتحرك، تقول اه الولد ده عنده حاجه اسمها بور ابيرنس، الابيرنس بتاعته مش مظبوطه. يبقى اول ارض من البيدياتريك اسسمنت تريانجل الايه؟ الابيرنس. يبقى الابيرنس ابص يتكلم ولا لا، مركز ولا لا، في اي كونتاكت ولا لا، الكالر بتاعه كويس ولا لا، اليرت ولا لا، او اي كونتاكت ولا لا. ارجوكوا كل الناس تعمل ميوت الا انا، انا مش الهوست فمش عارفه اعمل الكلام ده. ارجوكوا كل اللي معايا مش عامل ميوت، لو سمحتوا يعمل ميوت. سيركيوليشن. يبقى اول حاجه عرفناها ان العيان ده نمره واحد، ابص على الابيرنس في البيدياتريك اسسمنت تراينجل. نمره اتنين ابص على حاجه تخص السيركيوليشن اللي هي الارم التاني اللي هي البرفيوجن. بور برفيوجن كان اوفن ايدنتيفايد رابيدلي بفور بلاد بريشر اسسمنت او حتى الهارت ريت، عن طريق الكواليتي اوف سنترال اند بريفرال بالس، عن طريق السكين تمبريتشر، عن طريق الكابيلاري ريفيل تايم، وعن طريق الهارت ريت. اسهل حاجه خالص ان انا ابص للسكين كولد اند سكين كولد اكستريميتيز، البلس ضعيف، اروح حاطه ايدي على السكين ثانيتين واشيلها، المفروض ان يرجع في خلال ثانيتين ماكسيمم 3 ثواني. ديلي في الكابيلاري فيل ده معناها ان في السيركيوليشن فيها مشكله، يبقى بور سيركيوليشن. ودي الاماكن بعملها على الاسترنم او على الهيومرس فوق، يعني على بوني برومينانت، اسيبها شويه واشيل ايدي واشوف الكابيلاري ريفيل شكله ايه. ديلي في الكابيلاري ريفيل معناها بور برفيوجن. طيب ثالث ارم اللي هو البريزنج. طب قبل ما نخش في ثالث ارم لازم نبقى عارفين حاجه مهمه، لو انا لقيت ان الابيرنس مش كويسه والبرفيوجن مش كويسه، ده معناه ان العيان عنده ايه؟ ده معناه ان العيان عنده شوك، العيان ده بيعاني من شوك ستيت. طيب الابيرنس لوحدها ممكن تدلني على ان العيان شوك؟ ممكن تشككني ان العيان شوك، بس انا لو لقيت البريزنج تمام والسيركيوليشن تمام بس الابيرنس هي اللي فيها مشكله، اقول اه ده في حاجه سي ان اس، الولد ده انكفاله بسيط بس انا مش عارفه السبب. الارم الثالث بيساعدني، اه الارم الثالث بيساعدني لان الارم الثالث ده اللي هو البريزنج. A child with depressed mental state as a result of shock may not be able to maintain patent airway، فممكن البريزنج كمان في الشوك يتاثر. تاكيبنيا وزاوت ريسبيراتوري ديستريس ممكن يرسبوند للميتابوليك اسيدوز، دي بنسميها كويت تاكيبنيا. تايلد ويت كارديوجينيك شوك تيبيكالي هاف سم ريسبيراتوري ديستريسز. اذا العيان الشوك ممكن البريزنج يتاثر، ممكن البريزنج يتاثر، يا اما هايبوبنيك مش عارف ياخد نفسه نتيجه انه سيفيرلي شوك والبرين بيشغل كويس، يا اما تاكيبنيك كجزء من ريسبيراتوري اسيدوزز لو ما فيش ديستريس، او بسبب ريسبيراتوري ما العيان ممكن يكون نمونيا وسبب شوك. لو ديستريس العيان واوديبل بريزنج وعنده تاكيبنيا يبقى السبب اصلا ريسبيراتوري في الشوك اللي هو فيه. طب ممكن يكون مش ريسبيراتوري، اه ممكن يكون كارديو، يبقى العيان الديستريس ابو تاكيبنيا ابو شوك ممكن يكون سبب الشوك حاجه ريسبيراتوري، ممكن يكون سبب الشوك حاجه كارديو. طب العيان تاكيبني وما عندوش مانيفستيشن اوف ديستريس، دور على كوايت تاكيبنيا بتاعه الميتابوليك اسيدوز. طب العيان هايبوبنيك، اتس لوجيك مع عيانين الشوك ممكن يبقوا سنترالي هايبوبنيك. ممكن في حاجات تعمل الكلام ده ويبقى ليها ريسبونس سريع، اه التنشن وموتورز، الكارديك ترومبونيت، الدكتال ديبندنت كونجنتال هارت، والماسيف بالمونري امبوليزم. يبقى فجاه العيان يخش في بور ابيرنس وتكتبنيا وريسبيراتوري ديستريس وانت عارف عيانك ده، يبقى حصل كومبليكيشن من النوع ده. مش هتكلم في تفاصيلها عشان ما اخرجش بره قصه الشوك، لكن انا يهمني في الشوك هنا ان العيان لازم يكون عنده بور ابيرنس، لازم يكون عنده بور برفيوجن بلس اور ماينس مشكله في البريسنج. يبقى ده الايفالويشن، ده الرابيد اسسمنت، البيدياتريك اسسمنت تراينجل. البيدياتريك اسسمنت تراينجل شفنا الابيرنس مش حلوه، شفنا البرفيوجن مش حلوه، قلنا اللي عنده شوك، بصينا على البريسنج. البريسنج ممكن يساعدني ان يشاور في سبب الشوك، لكن ما يقوليش العيان شوك ولا لا من الاول، شوك ولا لا بعرفها من الارم رقم واحد والارم رقم اثنين. طب بره بره قصه الشوك،
البيدياتريك اسسمنت تريانجل ده يفيدني؟ يفيدك في الاي ار، في التراياجنج. انت تقدر تعمل فيه تراياجنج لكل العيانين، يعني عيان بور ابيرنس يبقى فيه مصيبه، معاه بريزنج فيها مشكله تاكيبنيا وريسبيراتوري ديزيز، يبقى الواد ده في ريسبيراتوري فيليا، معاه مشكله في البريفيوجن يبقى الواد ده شوك، معهوش مشكله لا في الارم ده ولا في الارم ده بس الابيرنس لسه مش عاجبك يبقى المشكله سي ان اس. يبقى البيدياتريك اسسمنت تريانجل انا هنا مركزه على الحته بتاعت الشوك، لكن هو يفيدك في التراياجنج عموما في الاي ار. طيب خلصت البيدياتريك اسسمنت تريانجل وعرفت العيان ده محتاج ريسسيتيشن، لا العيان ده كويس هيقعد جنبي شويه، لا العيان ده هيروح بيته، انت خلاص عملت تراياجنج للقصه بتاعتك. بتخش على ستيب 2 ان انت تبتدي تاخد هيستوري العيان. اوكي، لكن خد بالك الجمله دي مهمه جدا، يو هاف تو ستارت ريسبوندنج للشوك as soon as you recognize it. انت ما بتستناش تاخد هيستوري لو انت يو ديد ريكوجنايز ان العيان ده في حاله شوك، انت بتستجيب للشوك بسرعه، بتعمل اي في اكسس، بتسكيور الاير واي، بتشتغل على العيان، وبعد كده بتاخد الهيستوري على مزاجك وعلى راحتك. اوكي، الهيستوري هنا يا اولاد زي شيت البطنه كده، ولا زي الشيت اللي احنا بناخده في الامتحان. الهيستوري هنا لازم يكون تارجتد، لازم، والاكزامينشن برضه تارجتد. الحقيقه انا في اي ار وقدامي عيان شوك ابتديت اشتغل عليه، انا بركب اكسس وبعمل اير واي، وجبت دكتور جنبي اصغر مني قلت له خد الهيستوري للعيان ده بسرعه. يعني ايه بسرعه؟ يعني بيسال بسرعه على هيستوري فلويد لوس. ليه؟ لان دي اول ديفرنشال دايجنوزس للشوك، ان تكون هايبوفوليميك. العيان ده اتخبط او وقع، لان بيكون ممكن يكون في انترنال هيموريج، ممكن يكون مش باين بليدنج عندك قدام لكن في نزيف داخلي. العيان ده كان فبراير وقل قبل كده ولا لا؟ العيان ده معروف عنه انه اميون كومبرمايز ولا لا؟ العيان ده اتعرض لالرجين، والالرجين دي بتبقى فيري ريماركبل، فكان كويس وزي الفل وفجاه قال كذا او عمل كذا او خد حقنه كذا وقع من طوله وبقى بالشكل ده وظهر طفح وزيق والكلام بتاع الايه؟ انافلاكتيك شوك. العيان ده اكسبوزد للتوكسين، جاي لك من حته من الكره والنجوع اللي فيها عقارب وتعابين مثلا، او اكل حاجه فيها مشكله، او خد ادويه مرميه على الارض في البيت. العيان ده معروف عنه انه كارديك بيشنت، يعني عنده كرونيك هارت ديزيز ولا لا؟ وكاننا هنا في الست اسئله اللي انا حطاهم دول كاني حاطه سؤال لكل سبب للشوك، سؤال الفلويد لوس، سؤال الانجري، سؤال السيبتك شوك فيفر ومين كومبرومايزيشن، سؤال الاكسبوجر للالرجين، سؤال التوكسينز، سؤال للكارديك بريفيس كارديك سيتويشن. يبقى احنا الهيستوري بقى تارجتد. انا مش قاعد اقول ايه عيان عنده 12 سنه نو بريفيوس نيكيو ادمشن. نيكيو مين؟ نورمال فاجينال ديليفري. الفاجينال ديليفري مين؟ لطفل عنده 10 سنين. يعني خلينا بس نتعامل بعقل شويه مع الامرجنسي ميديسن. في بقى هنا دي جمله اعتراضيه بره محاضره الشوك خالص يا شباب، دي بره المحاضره تماما، لكن لازم تبقى ان يور باك مايند، اللي هي الادرينال كرايسيس. ادرينال كرايسيس ماست بي كونسيدرد ان ا بيشنت ويز ادرينال انسفيشنسي as the patient receiving chronic steroid therapy, hypopituitarism, when units with congenital adrenal disease or sepsis. بمعنى ايه؟ بمعنى عيان جاي لك بشكل شوك. الديفرنشال دايجنوزز بتاعه الادرينال انسفشنسي بتيجي شبه الشوك بالظبط، وبتحلها لك الالكترولايز، انت تعمل صوديوم بوتاسيوم وبلاد جلوكوز شويه. فانت من ضمن الحاجات اللي الولد ده على كرونيك ستيرويد ثيرابي وقفها ولا لا؟ بيتابع في عياده الاندوكراين ولا لا؟ في النونيت لو لقيت الجينيتاليا مش مظبوط تعرف ان الولد ده ممكن يكون ادرينال كرايسيس. يبقى الادرينال كرايسيس مش كومن زي السيبسيس، مش كومن زي اسباب الشوك العاديه، ولكن خليها على جنب كده، خليها في ذهنك. الحقيقه احنا دايما ما بنشكش فيها في الفيرست مومنت. احنا امتى بنشك في الادرينال كرايسيس؟ لو اشتغلنا على الشوك والعيان مش ريسبوندنج، سبيشالي مثلا زي حالات السيبتك شوك، تيبيكال سيبتك شوك، وعملنا كل حاجه وعلقنا محاليل ولينا فازو ريسورس والعيان مش بيقوم معانا، نروح مدين العيان الهيدروكورتيزون يبتدي يتحسن. يبقى هو ادرينال كرايسيس يا اما برايمرلي يا اما سكندري للسيبسيس. بس دخلنا بالكورتيزون ليه؟ لان العيان كان زي ما نقول كده ريفراكتوري شوك، مش بيستكين. ابتدي اشوف هل هي ادرينال كرايسيس حقيقيه ولا بارت من سيبتك شوك. شوية الحاجات اللي تشككك في الادرينال كرايسيس وانت بتتابع عيان الشوك بتاعك، هو جاي لك شوك باي ديفينيشن، بس تلاقي عنده هايبوناتريميا، هايبركاليميا، هايبوجلايسيميا. لما تلاقي التركيبه دي وعيان مش بيستجيب كويس فكر في الادرينال كرايسيس. طيب انت عملت رابيد ايفالويشن للعيان بتاعك عن طريق البيدياتريك اسسمنت ترانجل، بعد كده عملت اخدت هيستوري،
دخلت بقى على الفيزيكال اكزامينيشن. الفيزيكال اكزامينيشن وانت في الاي ار، لو انت دكتور جديد خالص خالص ومش عارف تعمل نيورولوجيكال اكزامينيشن ولا كارديك اكزامينيشن ولا تشيست حتى اوسكلتيشن، مش مهم هتتعلم. لكن خد بالك العيان بتاع الاي ار ده في حاجتين يهموني انا هسالك عليهم: الفيتال داتا كلها، واي مين بكلها كلها الاربع ايتمز، والبالس اوكسيمتر. هتحط العيان على بالس اوكسيمتر، شوف لي الساتيوريشن وشوف لي هارت ريت وريسبيراتوري ريت وتمبريشر وبلاد بريشر لو سمحت. اوزن العيان، هات لي اكيوريت ويت علشان الوزن ده هو اللي بيعتمد عليه كل حاجه بعد كده. والكابنوجرافي ده ممكن يكون متاح، لان زي ما بعمل بالس اوكسيمتر اوكسجين ساتيوريشن، لو عندك في الاي ار كابنوجرافي بحط كده بروب بسيب اشوف السي او2 خير وبركه، ما شفتوش انا عندي بقى الاي بي جي هعملها بعد كده. بالس اوكسيمتر مهم جدا جدا. انا يهمني قوي لو انا لقيت الاكسجين ساتوريشن اقل من 90 من 92، ده معنى كده ان انا عندي ريسبيراتوري ديزيز او ساينوتيك هارت ديزيز في الروم اير، ابتدي ادور في القصه دي. طيب يبقى الفيزيكال اكزامينيشن احنا قلنا فيتال داتا اند اذر فيتشرز. فيتال داتا مهمه عليكم بس ان انتوا تبقوا عارفينه، امتى تقول ده تاكبنك وامتى تقول ده برادبنك، لان الريسبيراتوري ريت بيختلف من بني ادم للتاني. يعني الطفل اللي لسه مولود ده 30 ريسبيراتوري ريت اكسبتد، انا وانا بتكلم 16 ريسبيراتوري ريت. فانتوا لازم تبقوا عارفين ان انتوا كبيدياتريشنز بتتعاملوا مع ايدج جروب كبيره جدا واسعه جدا، الفسيولوجي بتاعها غير بعضها. كذلك الهارت ريت، الهارت ريت في النيونيت لو هو اويك ممكن يوصل ل 200 عادي، والمين بتاعه 140، السليب ممكن يوصل ل 150. لكن الطفل اللي فوق 10 سنين الهارت ريت 150 ده ولا 160 هيبقى تاكيكارد جدا، السليبنج هارت ريت المفروض يوصل اقصى حاجه ل 90 وهكذا. فاحنا بس نبقى اورينتد بالارقام النورمال، تبقى معانا على الموبايل لغايه ما باي تايم احنا بنتعود على الارقام دي. طيب في حاجات ثانيه تعمل لنا تاكيكارديا وبول برفيوجن. انت قلتي بقى لو العيان عنده كومبنساتوري ميكانيزم والابيرنس مش حلوه وبور برفيوجن يبقى على طول شوك. اه في حاجات في ديفرنتال دياجنوز، عشان كده الهارت ريت يحلها لك، يحلها لك الهارت ريت يحلها لك جدا. زي الاريزمياز، اشهر على الاريزمياز زي السوبرا فينتريكولار تاكيكارديا والفينتريكولار تاكيكارديا. طبعا عيان الفينتريكولار تاكيكارديا دي مش كومن، ده لازم يكون عيان اصلا عنده كاردياك ديزيز وبيبقى العيان ان فيري باد شيب. لكن عيان السوبرا فينتريكولار ممكن يبقى صاحي معاك شويه، لكن احنا الهارت ريت تيبيكالي بيبقى اكتر من 220 بيت بير مينت فور انفانت واكثر من 180 بيت بير مينت فور اولدر تشيلد. طيب يبقى احنا بنشوف الفيتال داتا، ريسبيراتوري ريت، هارت ريت، بلاد بريشر. بلاد بريشر مهم جدا جدا جدا. هايبوتنشن ماست بي رابيدلي ايدنتيفايد بيكوز ذوز ويز لو بلاد بريشر تيبيكالي ديتيريوريت رابيدلي اند ذي ويل كولابس اند ذي ويل ارست. انت تدور ظهرك كده عن العيان في الاي ار ابو هايبوتنشن ده هيموت، انت لازم تقف على راس العيان الهايبوتنسيف. ده موضوع مهم جدا ولازم تقيس، تتعلم تقيس البلاد بريشر صح. طب البلاد بريشر يا دكتوره في الاول بيبقى ماسك نفسه، طيب وانا اعرف منه ممكن يديني معلومات؟ انا اقول لك انه ممكن يديك شويه الارمز كده للحاجات. يعني مثلا لو لقيت العيان عنده نارو بالس بريشر، النارو بالس بريشر ده بيحصل ايه؟ لما يكون الدايستول ماسك نفسه او عالي، ماسك نفسه يعني الدايستول بشوية، وده بيحصل نتيجه كومبنساتوري ميكانيزم زي الهايبوفوليميا والكارديوجينيك شوك في الاول. في الاول وانا برجع اقول في الاول، طب عيان اللي عنده وايدنج للبلس بريشر الدايستول واقع، اشهرها على الاطلاق بتاعت الكاباستنس اللي قلت لكم عليها الانافلاكتيك شوك او الديستريبيوتد شوكس ان جنرال. دي طبعا نورمال بلاد بريشر، احنا مش هنقف على النورمال بلاد بريشر والتمبريشر، انتوا اشطر من كده يعني. اوكي طيب انا قلت اني انا لما يجي عيني عيان شوك في الاستقبال هبقى مركزه في الهيستوري، سالنا ست نقط في الاكزامينشن. عندنا برضو ايه كام نقطه كده بنبص عليهم بسرعه بعد الفيتال داتا والبلس اوكسيمتر. يعني اول حاجه فيتال داتا بلس اوكسيمتر، بعدين انا وانا عيني على العيان شفت فيه ريسبيراتوري بروبلم نويزي ريسبيريشن سواء ويزنج او سترايدور، ديستندد نيك فينز، الكارديك كونديشنز، انا احط سمعتي على الهارت ده اول حاجه، احط ايدي على الابدومين. وعايز اقول لكم ان من يومين جه عيان في الاي ار شوكت واتعلقت له فلويد واتعمل ريسسيتيشن عمل كل حاجه، ولما جينا نوري ايفاليويت العيان علشان ناخده الرعايه اكتشفنا ان عنده سيفير ابدومينال ديستنشن، والولد طلع استرانجيوليتد هيرنيا، والولد طلع سيبتك شوك وبرفوريتد جات. طب يا جماعه ما فحصتوش ليه الابدومينال ديستنشن من الاول؟ الابدومين من ضمن النقط المهمه اللي لازم تبص فيها على العيان. هيباتوميجالي عشان عيان الهارت فيلير، سكين اكزامينيشن يهمك
لو في راش في الانافلاكسيز، لو في بيربريك اربشن عشان المننجوكسيميا، لو في بروزز وابريجن عشان التروما، يبقى انت عندك 1 2 3 4 5 6 ست نقط في الهيستوري في الاي ار، وست نقط في الاكزامينشن في الاي ار. الست نقط دول اول ثلاث نقط مهتمين بالشيست والهارت عشان دول اللي بيموتوا العيان، اللي هو السترايدر والويزنج والكونجستد ميجفين والكارديك كونديشن. النقط اللي بعدها واحد ابدومين وواحد هيباتوميجالي علشان بتخدم ايه برضه على الهارت فيلير اللي فوق. يبقى تاني الشيست والهارت واخدين اربع نقط من ايه؟ من الست نقط بتوع الاكزامينشن بتوع الشوك في الاي ار. ابدومين الابدومين اكزامينشن لعيان شوك في منتهى الاهميه ولسه حكيها لكم. والسكين سيبوه للعيان قلعوا كل هدوم، ان العيان جالك في سبتك شوك وفتحته كل جسمه ولقيت وحدايه بيربوره واحده، اتاكد البيربوره دي هتبطش بعد ساعه وتبقى كله بيربورا فالمنانس، يبقى العيان ده عنده منينجو كوكل منينجايتس او سبتسيميا، مش عنده سبتك شوك عاديه. دي حاجات في منتهى الاهميه. علشان كده دي المناطق بتبص على العيان، بتبص على الكالرز بسرعه، بتبص على كونجستد نيك فين تشيست ميزي ولا لا، كارديك ميرمر ابدومينال اكزامينشن اند سكين اكزامينشن. ده مثال لعيان عنده ايه، لو ركزنا كده هنلاقي ان البريفري اهي اغمق من البالور اللي في السنتر. ده عيان عنده ارتكاريا جزء من انافيلاكسيس، ده عيان طبعا واضح جدا عنده بيربرا فالمنانس، عيان سيبتك شوك. وده الجوريزم لطيف لما بتاخد الهيستوري وبيوجهك عيان جاي لك شوك بتاخد هيستوري في روما، يس تمشي في السكه دي، نو في فلويد لوسز ولا لا، يس هتمشي في سكه الجاسترونترايتس، نو يبقى في فيفر او هايبوثيرميا او امين كومبرمايزيشن ولا لا، يس في السبتك شوك، نو خش بقى على الكاردياك اكزامينشن والكاردياك هيستوري، لو نو يبقى خد حاجه انا ودي انافيلاكسيس ولا لا، لو نو يبقى الاذر نان تروماتيك تنشن بقى نوموثوراكس والحاجات الغريبه. عشان توصل للنو اللي في الاخر دي هتحصل لك مره او مرتين في العمر عشان تبقى فاهم. انت هتخلص فوق معظم حالات الشوك هتخلصها في الالجوريزم فوق اصلا، بس لو رتبت دماغك وعرفت وانت قاعد في شيفت الاي ار بتاعك، انا رايي للجونيورز الصغيرين هيبقى معاهم الالجوريزم ده ويبقى معاهم البيدياتريك اسسمنت ترانجل. والنقط المهمه اللي قلناها في الهيستوري في الاكزامينشن دول حوالي 4 5 سلايدز يحطوه على الموبايل بتاعهم، كل مره بينزل اي ار يقرا الخمسه سلايدز دول ويابلاي، يقرا الخمسه سلايدز دول ويابلاي. بعد شويه هيبقى اشطر واحد في الترياجنج، اشطر مني انا شخصيا لما ينزل اي ار ويعرف يديفرنشيت العيان الحلو من العيان الوحش. ان دي مهمتك في الاي ار، ان انت تعمل كل حاجه للعيان، ان انت تريكوجنايز العيان اللي محتاج ان انت تساعده. طيب انت عملت البيدياتريك اسسمنت ترينجل، عملت خدت الهيستوري، عملت اكزامينشن، انت عايز تعمل للعيان ده ورك اب. ما يبقاش الورك اب كده يعني بتلطش، ده الورك اب في الاي ار المفروض يبقى هايلي سيلكتد، بتسحب كام عينه كده وانت عارف الكام عينه دول معمولين ليه. طيب ايه بقى اللابوراتوري ستاديز اللي احنا بنعملها في الاي ار؟ اول حاجه بسحب باخد انبوب السي بي سي. السي بي سي مهمه جدا جدا في اي عيان شوك، سواء كان تروما، سواء كان سيبسيز، سواء كان الكوفيد 19 اللي احنا بنشوفه دلوقتي، سواء كان العيان لا دواء لا دواء لا دواء لا دواء، انا عايزه ديفرنشيت. فالسي بي سي في منتهى الاهميه، ممكن يكون اكيوت هيموليتيك كرايسيس اي حاجه. وانبوبه كيمستري، الكيمستري دي بنعمل فيها البريليمينري لاب بتاعنا اللي احنا عايزينه كله على راسها الالكترولايتس. الاورجان فانكشنز بتهمنا او بتهمنا، بس برضو على راسها الكيدني فانكشن علشان اعرف اتحرك في الفلويد ثيرابي اللي انا بديه للعيان. وانبوبه الكالتشر هبعتها وانساها لانها بتدي انتي بايوتكس، فلازم الكالتشرات كلها لازم اكون ساحبها. وانبوبه للكروس ماتش والكيمستري لو اقدر اعمل معاها اي بي جي كانابيها، ما اقدرش اسحب كابيلا بي بي جي. يبقى انا سحبت سي بي سي وسحبت كيميا انكلودنج الاي بي جي، سحبت كالتشر على جنب وسحبت الحاجه للكروس ماتش. هم الاربع انابيب دول انا عن نفسي بحب اسحب انبوبه زياده واشيلها، لان ممكن الاقي من نفسي محتاج اعمل حاجه ما عملتهاش بعد كده، محتاج اعمل ورك اب بتاع كولاجين ديزيز مثلا، محتاج اعمل ادفانسد لابس نتيجه الحاجات اللي انا شفتها في البريليمينري لابس اللي طلعت لي، محتاج اعمل هيموجلوبين الكتروفوريسيس، اي حاجه اي حاجه محتاج اعمل اي حاجه. ابص الاقي نفسي نقلت للعيان فلوز واديته كورتيزون ونقلت له دم ولا بلا 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 والى اخره، وانا ما عنديش بيزك سامبل من العيان. لو حاله العيان تسمح لك ان انت تاخد منها بيزك سامبل وتشيلها،
احسن العيان ده بتحتاج تعمل له حاجه تاني. اول ما عمل يقول لك العيان دي مش كافيه وانا عايز اعمل له الحاجه الفلانيه، او لقيت العينه دي ليبيدي كده وانا عايز اعمل لها ترايجل سلايس، وات ايفر. كلنا بيقابلنا هذا الموقف، فممكن تاخد عينه زياده لو حاله العيان تسمح بعينه زياده. الايمجينج، في حاجة بقى مشهورة دلوقتي يا شباب جدا جدا، هتلاقوها موجودة كده في كل البيبرز، حاجة اسمها الفاست اكزامينيشن. ايه الفاست اكزامينيشن ده؟ الفاست اكزامينيشن ده عبارة عن باندل كده على بعضها، بتوع الراديولوجي كتر خيرهم عملوها لنا، العيانين الامرجنسي يعملوا فيها شوية حاجات كده مع بعض علشان نقيم بيها العيان، سبيشالي عيانين التروما اللي شوك. فبيعملوا فوكس ابدومينال سونار عشان يشوفوا فيه انترنال بليدنج ولا لا، وي ايدنتيفاي الانترا بريتونيال فلويد، نعمل شيست اكس راي، ده مهم جدا جدا سواء ركبنا سنترال لاين او ما ركبناش. البلين فايندنج، لو انا عندي في الابدومين، لو انا عندي شكه في انتستاينال اوبستراكشن بتفيدني، اللي هي بنعملها والعيان نايم والعيان واقف، ولا مش قادر اعمل له وهو واقف اعملها له لاترال ايمجنج. الفانكشنال ايكو، الفانكشنال ايكو بصراحه دلوقتي بقى في منتهى الاهميه، احنا بس مش بنعمله فيزيكالي، لكن احنا بنعمله كمان علشان نفولو الفلويد ريسوسيتيتيف ايفورتس اللي احنا بنعملها. يعني انا بعمل العيان واشوف السبيري فينا كذا مليان ولا فاضي، واذا طلع فاضي بعمل فلويد ريسوسيتيشن واشوف العيان ده ريسبونسيف للفلويدز ولا لا، ادي فازو بريسرز واتابع التاني. وعلشان كده الحقيقه معظم نواب الرعايه بنعلمهم ان هم يعملوا فانكشنال ايكو وفولو العيانين بتاعهم. احنا كده خلصنا النظره العامه للشغل كده، انا الهدف من محاضرتي انا خلصته، ان انت لما تخش الاي ار تو ريكوجنايز اللي عنده مشكله، يعني ريكوجنايز اللي عنده ابروتش، وانك تعرف تاخد هيستوري وتعمل اكزامينيشن علشان توصل لنوع الشوك وتبتدي تعمل ريسوسيتيشن للعيان او تبتدي ريسوسيتيشن. اللي انا هقوله لكم بعد كده جاست هايلايتنج على انواع الشوك. بعد كده بالنسبه للنواب في محاضرات للشوك بقى كلها، الفلويد ثيرابي هتتقال لكم لوحدكم، السيبتك شوك هتتقال لكم، كل حاجه هتتقال لوحدها بتفاصيل علاجها، انا بس هعمل هايلايتنج على الانواع دي. بالنسبه للماجستير والدبلومه انتوا بقى هتقروا الكلام ده، واللي فيكم واقف في حاجه ممكن يرجع لي، ممكن يحضروا مع النواب عادي، احنا بنعملها زوم ميتنج. الهايبوفوليميك شوك هي الموست كومن تايب اوف شوك، وهي الايزيست تو اندرستاند والايزيست حقيقي to treat. And this can be due to hemorrhage or gastroenteritis. Hypovolemic shock can also occur from water loss, respiration, diarrhea, vomiting, or when fluid move into the tissues. ايه الباثوجينيسيس بتاعت الهايبوفوليميك شوك؟ هايبوفوليميا نتيجه اي سبب اللي احنا قلناهم، بيحصل ديكريز للسيركيولاتري فوليوم، ديكريز للفينس ريتيرن، ديكريز للستروك، ديكريز للكارديك اوتبوت، ديكريز للاكسجين سبلاي للسيل، ويحصل انسفيشنت بيرفيوجن زي ما اتفقنا قبل كده. طيب ايه اللي بيميز عيان الهايبوفوليميك شوك بقى؟ عنده بوسيبل تاكيكارديا، عنده بوسيبل تاكيكارديا، عنده بوسيبل تاكيبني، عنده بوسيبل، عنده تاكيكارديا سوري، عنده بوسيبل تاكيبني، يعني ممكن يكون العيان تاكيبنيك، ممكن يكون تاكيبنيك بس مش ديستريس الا لو كان معاه نمونيا. اوكي، ادكوت اور لو بلاد بريشر، ممكن يقول لك هو ادكوت، نارو بلس بريشر زي ما اتفقنا بيحافظ على الدايستول بتاعه شويه. اوكي، سلو كابيلاري ريفيل، ويك بريفرال بلسز، نورمال سنترال بلسز، بوسيبل ديكريز ديورين او بوت، ديكريز ليفل اوف كونشسنس، ويز ذا مانيفستيشنز اوف ديهايدريشن زي لوس اوف سكين تيرجر وتانكن ايز زي ما هو باين في العيان اللي احنا شايفينه ده. دي هتعرفك على طول مع الهيستوري بتاعك ان العيان ده هايبوفوليميك شوك، فتتوجه لعلاج الهايبوفوليميا اللي هو شوك ثيرابي، اللي هو الاول رينجر بتديه، وبعد كده الديفيسيت، وبعد كده المينتنانس اكوردنج للجايد لاينز. الديستريبيوتيف شوك بقى هي الكونديشن ان ويتش ذا ماجورتي اوف ذا بلاد ان ابروبريتلي ديستريبيوتد في الفاسكوليتر، يعني راح على الفينس سايد ونسي الايه الارتيريال سايد. ا كومن واي فور ديستريبيوتيف شوك از ا كونديشن ان ويتش ذا فاسكوليتر از ريلاكسد اند دايليتد، اللي احنا قلنا عليها الكاباسيتنس، الفينز ريحت، الفينز الكاباسيتي بتاعتها رهيبه، ريحت وفتحت. الارتيريال بلاد سبلاي نيدز تو مينتين ا سيرتن تنشن ان اوردر تو مينتين بلاد سبلاي، فمش بيقدر تو مينتين سيرتن تنشن فالعيان بيقع. عشان كده اول ما بيدوا العيان حقنه
ويحصل منها انافيلاكسيس، يروح واقع من طوله على طول لان الضغط بيهبط كده مره واحده. فلان البلاد از نوت ايبل تو مينتين يوزفول بيتنت بلاد فيسلز اللي هي الارتريز وسبلاي الديفرنت تيشوز. انا قلت لكم قبل كده البروتوتايب بتاع الديستريبيوتيف انافيلاكسيس، لكن الباثولوجي ده بيحصل في السبسس، بيحصل في السبسس، بيحصل في نيوروجينيك بروبلمز والسباينال كورد انجري، بيحصل في نيوروجينيك بروبلمز والسباينال كورد انجري. وتكلمنا ان البري لود مليان والافتر لود فاضي بتاع الانافيلاكتيك شوك. الديستريبيوتيف شوك اللي بيحصل في السبتيك شوك مينلي ممكن تبقى حاجه اسمها ورم شوك وحاجه اسمها كولد شوك. انتوا سمعتوا التعبير ده قبل كده. لو البيرسون از اكسبيرينسينج ورم شوك زي كومنلي ويل هاف ورم ريسيميتس بريفرال سكين وايد بالس بريشر ان ذا سيتنج اوف هايبوتنشن. يعني يبقى هايبوتنسيف بس عنده وايد بالس بريشر، يعني ده ستول واقع، ده ستول بيقع. لكن في نفس الوقت تلاقي العيان ده فلاشد الى حد ما، مش هقول ان جسمه سخن بس هو فلاشد ريد، ودي بيسموها الورم شوك. لما بقى العيان بيوصل للكولد شوك يبقى فازو كونستريكشن عنيف، يبقى العيان بيل تماما بقى عكس الفلاشد، لان بيحصل سيفير فازو كونستريكشن ويبتدي يحصل نارو بالس بريشر. يعني نارو بالس بريشر يعني ايه؟ يعني يبتدي هو عمل فازو كونستريكشن ليه؟ عشان يرفع بس الدايستول بتاعه شويه. لكن برغم انه رفع الدايستول بتاعه شويه بس العيان فيري كولد، فيري كولد وفيري بيل، ودي بيسموها الكولد شوك. اهميه الورم من الكولد انه في الجايد لاينز ان شاء الله لما تشرح لكم السبتيك شوك دي بنوصل احيانا ان احنا الكولد شوك نوت ريسبوندنج بندي فازو دايليتور زي النيتريتس. ليه؟ علشان يفتح لي بس الحتت اللي فيها سيفير فازو كونستركشن دي احسن لي فيها البلاد سبلاي. فهي بتهمني قوي وانا ماشيه في البروتوكول بتاعي بتاع علاج الايه؟ السبتيك شوك. الانافيلاكتيك شوك برضه تشرح له من اسم الايمونولوجي على بعضها، بس الكيز بتاعتها اكسبوجر هيستوري ريسبيراتوري مانيفيستيشنز سكين اند سوفت تيشو مانيفيستيشنز. بتتميز بايه؟ البلوك اللي على جنب ده بتريز بري لود، الكونتراكتيليتي بتاعت الهارت بتتغير، والافتر لود از لو ان ذا ليفت فينتريكل وي هاي ان ذا رايت فينتريكل. سبتيك شوك، سبتيك شوك اللي هي المحيره بقى، اللي هي واخده من كل حاجه الحقيقه، السبتيك شوك دي واخده من كل حاجه. مشكلتنا في الاكسجين ديليفري للتيشو، عشان كده هي ميكس من ديستريبيوتيف على كارديوجينيك وفيها دي اي سي، والبامب كمان بتاعت الهارت بتتاثر عشان فيها كده كارديوجينيك اليمنت. بلس بقى ان الشوك الوحيده اللي على مستوى السيل في مشكله. يعني كل الانواع اللي انا قلتهم قبل كده على البري لود على الافتر لود على الهارت، انما السيل لما بتجيلها حاجه بتستخدمها. مشكلة السيبتيك شوك ان السيل نفسها من السيبسز والسيتوكاينز اللي بتطلع والتوكسينز اللي بتطلع ان هي نفسها قل، السيل نفسها قل، فحتى لو جالها الاكسجين ابتيك مش بتعرف تستخدمه، وهي دي مشكلة السيبتيك شوك، لان الميتوكوندريا فيها بتكون اتأثرت، عشان كده حتى بيسموها سيتوباسيك شوك. السيبتيك شوك بقى عبارة عن توليفة من كل الحاجات اللي قلناها في انواع الشوك اللي قبل كده. هايبوفوليميا ان عندها كابيلاري ليك وبيحصل ان السيرد سبيس يخرج منه الفلويدز، حتى لما تيجي تعمل ريسستيشن للعينين دول يلاقيه بيورم 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 بيورم. ليه؟ لان الكابيلاري بتليك، وانت بتدي فلويدز عشان تحافظ عليها جوه الفاسكولار كومبارتمنت تروح هي خارجه بره، يقعد العيان يورم يورم يورم. ليه؟ لان العيان ده عنده كابيلاري ليك وعنده بور كارديك. ديستريبيوتيف ديستريبيوتيف لان العيان ده اصلا عنده فازو دايليشن الكاباسيتانس متاثره زيه زي بتاع الانافيلاكتيك شوك. كارديوجينيك كارديوجينيك لان عنده مايوكارديال ديبريشن، سواء من الاورجانيزم اللي عامل السيبسيس، سواء من السيتوكاينز اللي طلعت، سواء من اللاكتيك اسيد اللي اكيوميليتد لما اشتغلنا انيروبيكالي عامل مايوكارديال ديبريشن. كل دي حاجات تشير ان العيان ده الهارت بتاعه ليس على ما يرام. ايه الكارديوجينيك شوك اللي بيحصل فيها؟ سهله خالص، ان انا عندي العيان ده عنده ديكريز كاردياك او بوت ديكريز كاردياك كونتراكتيليتي، يعني الاستروك فوليوم قليل، يحصل بالمونري كونجيشن. ويمكن هي نوع الشوك الوحيده يمكن بتاعت الانافيلاكسيس بنلاقي فيها ويزز وسترايدر، اما بتاعت الكارديوجينيك شوك بنلاقي فيها كريبيتيشنز. يعني العيان ممكن يكون هايدريتد ومحتاج فلويدز، وفي نفس الوقت اللنج بتبابل. ممكن يكون الكلام دوت. ليه؟ لان الهارت مش بيبامب فلويدز، ودي معضله الكارديوجينيك شوك.
ادي فلويدز ولا ما اديش فلويدز، ادي فلويدز قد ايه. عشان كده في المانجمنت اوف كارديوجينيك شوك طريقه الفلويد ثيرابي مختلفه تماما. انت بتدي المينيمال والسلوست، واول ما العيان يجيب يورين يبقى بيرفيوز تبتدي تدي الدايوريتكس، وانت معاك طبعا الانوتروبكس من الاول، الانوتروبكس من الاول في الكارديوجينيك شوك. فعلاج الكارديوجينيك شوك مش سهل زي ما الناس بتتخيل. انت عندك عيان كونجستد وفي نفس الوقت شوك، عايز تديله محاليل ومش عايز تديله محاليل وهكذا. الكارديوجينيك شوك بتتميز بقى بايه؟ ان الورك اوف بريزنج عالي، لان اللنج كونجستد زي ما اتفقنا، وقلنا في البيدياتريك اسسمنت ترانجل في الاول خالص لو لقيت عيانك ديستريسد والبريزنج ليس على ما يرام، ممكن يكون السبب لنج وممكن يكون السبب هارت. فعشان كده الورك اوف بريسنج عالي عند العيان ده نيزل فليرنج، وبيستخدم الاكسسوري موسل ديستريس، عيان ديستريس ممكن يكون كارديك وممكن يكون بالمونري كوز. لان الهارت بامبنج از نوت افيشنت، فالبالمونري كونجيشن والاديما ممكن تتسمع ككريبس ككريبيتيشنز مني على البيز اوف ذا لانج. البلس عاده بيبقى ويك، والكابيلاري ريفيل تايم بيبقى فيري سلو اكتر من 3 ثواني. الاكستريميتيز بتبقى كول cool. ممكن العيان كمان يبقى سيانوز وديستربد ليفل اوف كونشسنس. عيان الكارديوجينيك شوك زي ما قلت لكم هو عيان مليان وفاضي، فانت من الحاجات ان اولوياتك ان انت تشخصها لو عيان جالك كارديوجينيك شوك، لازم تعرف ان العيان ده كارديك ولا لا، لازم تسمع الهارت كويس ولا لا، لازم تيفالويت البيزز اوف ذا لانج وفي كريبس ولا لا، عشان ما تموتش العيان بفلويد اوفر دوز لو عملته زيه زي اي نوع تاني من الشوك اللي احنا اتفقنا عليها في السلايدز اللي قبل دي. يبقى موضوع الاوبستراكتيف شوك ده، زي ما انت تصحى من بيتك الصبح كده لا بيك ولا عليك، وعربيتك فيها بنزين وعندك النيه تروح الشغل، تنزل تلاقي الشوارع مقفوله، هو ده اللي بيحصل في الاوبستراكتيف شوك. الاوبستراكتيف شوك يعني السكه مقفوله، الهارت مش عارف يوصل الكارديك اوتبوت بتاعه. سواء بقى كارديك امبونيت، سوركس، كونجنتال مالفورميشن لسه موجود بيها، او اللونج الفيسلز بتاعتها قافله نتيجه البلمونري امبليس. Obstructive and cardiogenic shock is most easily distinguished by the contractility of the heart. لو انت عندك functional echo عملت contractility، لان احيانا دي بتلخبطك مع ان العيان يكون heart failure. ما هو عنده cardiac thrombotic انت سامع muffling في الهارت ساوند، والعيان جاي لك في شوك، اوب ده الواد ده عنده cardiac condition دق فلويدز. لا، العيان ده فعلا بيبقى محتاج بيت سايد ايكو كارديوجرافي او functional echo. ليه؟ لان لو cardiac contractility قويه وكويسه ده معناه ان في حاجه قدام الهارت. لو كارديك كونتراكتيليتي ضعيفه فمعناها ان المشكله في الكونتراكتيليتي بتاعه الهارت نفسها. الكارديك تمبونيت بنعرفها انها اسوشيتد ويز مافل تالت ساوند، وممكن نلاقي بالسس بارادوكسس. التنشن نموثوركس سهل في يعني ايديوباسيك تنشن نموثوركس ده يعني ما بتشوفوش انتوا كتير، لكن انتوا بيبقى عاده ان التنشن نموثوركس ده سابقوا حاجه، يا تروما يا نمونيا ستاف نمونيا، والعيان فجاه هو نمونيك وبيتعالج وفجاه بقى سيانوز ديتيريوريت، تيجي تسمعه ديكريز دير انتري، تعمل بيركشن تلاقي ريزونانس ان بيركشن، تعمل ايرجنت اكس ري تلاقي تنشن نموثوركس، تعرف ان العيان ده دخل في تنشن نموثوركس. كونسيدر البلمونري امبوليزم دي بنشوفها بقى جوه الرعايه كتير الحقيقه، لو البيرسون از سيانوتيك اند هايبوتنسيف اكسبيرينس شيست بين، دي بنشوفها في العيال الكبار شويه، هم اللي بيقدروا يعبروا عن نفسهم، فجاه العيان بقى ديستريسد واشتكى من شيست بين. طب في الرعايه والعيان فنتليتد وهو مش عارف يشتكي من شيست بين، انا الاقي العيان بتاعي اللي كان كويس والانفكشن بتاعته بتتحسن والولد كل حاجه فيه بتتحسن، فجاه العيان بقى دي ساتيوريتد سيانوز، الكومبلاينس بتاعت اللنج بقت وحشه، محتاج ترفع بريشرز كتير، على طول على طول بنشك فيه بالمونري امبوليزم. الريسك فاكتور للبالمونري امبوليزم العيانين اللي على هرمونال ثيرابي، والعيانين الاوبوزيتي، والعيانين عندهم ابنورمال كلوتنج، وكوفيد 19 از ريسك فاكتور زي ما انتم عارفين. كده احنا عملنا ريكوجنيشن للشوك وعايزين نعمل الريسبوند للشوك وبسرعه. يبقى اول جول حققناه من المحاضره دي ان انا اي ديد ريكوجنايز ان العيان ده كريتيكالي ايل، اي ديد ريكوجنايز ان العيان ده شوك، وشويه قدرت اديفرنشيت الانواع من بعضها. الريسبونس لازم يكون سريع. الجول اوف شوك مانجمنت از تو جيت اوكسجين تو ذا تيشو، من غير اي فلسفه ما تتفلسفش، احنا محتاجين ان التيشوز تبقى اوكسجينيتد بعدين نفكر في اي حاجه. فانا لازم اهاف اناف اوكسجين ان ذا بلاد، يعني العيان يبقى ويل ساتيوريتد، جيتنج البلاد تو ذا تيشو يعني البلاد بريشر يبقى كويس، كيبنج البلاد ويزن الفاسكوليتشر، يعني اي هاف تو اتشيف الثري جولز دول، البلاد يبقى جوه البلاد ستريم نفسه،
بلاد بريشر يسمح لي انه يغذي الانسجه بالاكسجين يبقى العيان والاكسجينيتد. ان اوبجكتيف تيرن يعني انا هعمل ايه بقى يا دكتوره في الاخر؟ يعني ريتيرن البيرسون لكوركت بلاد بريشر، صلح لي البلاد بريشر بتاع العيان، حاول تو كيب الهارت ريت في الايدج بتاع العيان عن طريق لو هايبوفوليميك اعمل ريسسيتيشن، لو كارديوجينيك اديله انوتروبيك وهكذا. ريستورنج النورمال بالسز والكابيلاري ريفيل والبلاد بريشر. ومينتين اليورين اوتبوت اتليست 1 ام ال بير كي جي بير اور. واليورين اوتبوت ده الحقيقه مهم جدا جدا، لان انت ممكن تكون في منطقه نائيه في مستشفى ما فيهاش امكانيات فانكشنال ايجو، انت مش عارف الريسسيتيشن بتاعتك تنفع ولا لا. فمن اول علامات بيزك كده اللي انت بتدور عليها، انا اديت العيان فلويد وما كانش بيباص يورين بقى بيباص يورين، كان بيجيب يورين في البامبرز قليل قوي بقى بيجيب الجينرس اماونت، وابتدي بقى اسطر العيان بتاعي واعرف بيجيب كام ام ال بير كي جي بير اور. ولما العيان يباص يورين، فرحه الناس في الرعايه لما العيان يباص يورين كده زي فرحتهم يوم ما يجي يخرج من الرعايه. ليه؟ لان ده معناه ان الريسسيتيشن اللي انا عملتها في الاي ار او في الرعايه، طبعا الرعايه خطوه متاخره قوي الكلام ده في الاي ار طبعا، ان انا يعني اتليست بارشلي نجحت ان انا ريفريش الاورجنز اللي كانت محرومه من البلاد سبلاي. بعد كده في تارجت ثيرابي الهايبوفوليميا ليها علاج. الكرنت ريكومنديشن ان ادي 20 ام ال بير كي جي فلويد بولس اوفر 5 تو 10 مينتس، بعد كده ريبيتد از نيدد، بعدين ديفيست ومينتنس. الهيموراجيك بقى يعني العيان جاي لك هايبوفوليميك نتيجه انه نزف، هتعمل له ايه؟ بدي 3 ام ال اوف فلويد فور افري 1 ام ال اوف استيميتد بلاد لوس 3 لواحد. يعني لو 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 فقد كميه معينه من الدم هشوف هو الفلويد اللي قصادها اديله قد ايه. ده ايه؟ ده بشكل مؤقت. ليه؟ لان العيان ده مش هيتحسن، انت بس بتحاول ما يموتش لغايه ما تنقل له اللي فقد. هو فقد فلويد؟ لا، هو فقد بلاد. يبقى لازم اول حاجه تجري بسرعه تحضر العيان دوت الباك ار بي سيز اللي هو محتاجها او البلاد اللي هو محتاجه، بس بندي فلويدز او بندي فلويدز لانه جاي لك ايه؟ جاي لك هايبوتنسيف اند شوك، يو هاف تو جيف هيم فلويدز. الالبومين كان بي كونسيدرد اديشنال انترافينس فوليوم فور شوك تروما والبرن، لانه بيشتغل بلازما اكسباندر، بس بيحتاج ايه؟ ان احنا نري ايفالويت العيان افري ناو اند ذن علشان انه ما يبقاش العيان بيفقد دم وانا بديله قلبي، بيفقد دم وانا بديله قلبي، ما ينفعش، هيحسسك بالامان بشكل غلط طبعا. ديستريبيوتيف شوك انا مش هتكلم عليها، هي ليها علاجها، لكن هي ليها الابينفرين بتاعها، لكن انا كده كده بدي فلويد، بدي فلويد على 20 ام ال بير كي جي فلويد بولس اوفر 5 تو 10 مينت. سيبتك شوك حدوته كبيره جدا جدا، هسيبها لكم لمحاضره السيبتك شوك، هيتقال بقى فيها كل تفاصيل اخش بفلويد بولاسز 2 ولا 3، بعدين اخش امتى بالفازوبريسرز والهينوتروبكس والدوزز الفازوبريسرز والهينوتروبكس، هدي امتى ستريس دوز هيدروكورتيزون، وهدي امتى ريبليسمنت دوز هيدروكورتيزون. دكتور احمد رزق هيقول محاضره طويله جدا عن مانجمنت السيبتك شوك، فانا هسيب له الحته بتاعه السيبتك شوك، بس يمكن دي الانيشال ريسوسيتيف الجوريزم من عينين السيبتك شوك اللي اتنشرت في البيدياتريك سرفايفنج سيبسيس كامبين. انا زي ما اتفقت معاكم ان انا لازم اول حاجه بنجيب الاكسس، بنستارت الامبيريك برود انتي بايوتكس، بنادمنستر الفلويد بولسز، بنستارت البازو اكتيف ايجنتس لو العيان ستيل شوك. الانافيلاكتيك شوك اللي هي الانتراماسكولار ابينفرين، الناس اللي متعودين على قصه الانافيلاكسيس دي بيبقى معاهم الابينفرين بن، انت في الطوارئ ما شخصت العيان هتدي اي ام ايميديتلي، وبالدوزز هتتقال لكم في محاضره الاستاذه الدكتوره الهام حسني. انا مش هخش على كل نوع من الشوك، انا بس بوديكم ان ده سكته كذا وده سكته كذا وده سكته كذا. كارديوجينيك شوك زي ما قلت لكم ان هو في مشكله في الفلويد ثيرابي، فانا هركز هنا على حته الفلويد ثيرابي. الفلويد ثيرابي احنا بندي 10 ل 20 ام ال بير كي جي اوفر 5 تو 10 مينتس في الحاجات الثانيه، انما الكارديوجينيك شوك انا عن نفسي ما بديش اكتر من 5 ام ال بير كي جي وبديها على 20 دقيقه، يعني انا بدي نص الكميه على ضعف الوقت لغايه ما الاقي العيان بيستجيب معايا وبيجيب يورين. ان باراليل بدخل الانوتروب بتاعي بتاع العيان. اول ما العيان يبقى ويل بيرفيوزد ويجيب يورين ويبتدي العيان يبقى الكابيلاري ريفيل بتاعه كويس، بعمل الفانكشنال ايكو بتاعي. لو العيان مليان ممكن كمان برغم انه كان شوك من نص ساعه ابتدي الدايوريتك ثيرابي مع الانوتروب، يس ممكن اعمل كده، ممكن ما ابتديش، عمري ما ابتدي الدايوريتك ثيرابي في عيان شوك ابدا ابدا،
انا بدي الفلويدز فيري سلولي وبدي معاها الانوتروبكس. الانوتروبكس اللي بنديها ايه؟ زي الادرينالين والدوبيتامين والميلرينون البريماكور. بريماكور حلو جدا جدا وليس اريزموجينيك عن الحاجات التانيه، بس البريماكور ما ينفعش تاخد مع هايبوتنشن. This is why بنخش بنور ادرينالين، ادرينالين في عيانين الشوك سبيشالي لو كارديوجينيك وسيبتك، او دوبيتامين لو هو كارديوجينيك بيور بس، لغايه ما يبتدي ضغط العيان يبتدي يتظبط. ولو لسه العيان مش عاجبنا بنخش بالبريماكور، بس لازم يكون نورمو تنسف. دي ريفرنسز بتاعه المحاضره يعني مالكوش دعوه بيها، بس اللي انترستد ممكن يخش ويقرا اي حاجه. وهنا انا اي هوب ان انا اكون حققت الجولز بتاعتي وعرفتكم البيدياتريك اسسمنت تريانجل او تو ريكوجنايز الكريتيكال ايل تشايلد، وازاي اعرف ان العيان شوك اصلا، بعدين ازاي اعرف نوع الشوك والابروتش لكل نوع، ازاي اخد هيستوري اكزامينشن في منتهى السرعه والابروتش لكل نوع. اما كل نوع هيتقال لكم في سيشنز ثانيه ان شاء الله التريتمنت بتاع كل نوع. اند ثانك يو. دكتور لو سمحتي اتفضلي يا بنتي. ممكن لينك المحاضرات حضرتك اللي قلت عليه بتاع النواب، يعني ان احنا نحضر معاهم اللي هو بيتشرح لهم كل حاجه لوحدها الفلويد ثيرابي وكده. طيب هقول لك على حاجه لطيفه، هي اللي مسؤوله عن الموضوع ده استاذه الدكتوره سحر حسني، فانا هبلغها. وحد فيكم لو حد فيكم مسجل معاها او يعرف الدكتوره سحر ممكن يتواصل معاها، هي تقدر هي اللي تدخله على الجروب اللي عليها الكلام ده. وهي ما بتدخلش على حد الحقيقه، هي بتدخل الناس كلها طب اوكي، طب احنا